يومنا هذا تحكم محيطاتنا سلالة من العمالقة، سفن كبيرة يصل طولها إلى أكثر من نصف كيلومتر. إنها سفن ضخمة بكل تأكيد، لكن عندما تغرق هذه السفن العملاقة، ما الذي حطم هذه العملاقة الضخمة؟ فإنها تأخذ أسرارها معها إلى الأعماق، والتي تضيع داخل حطام السفن الأضخم على سطح الكوكب. تخيلوا لو كان بإمكاننا أن نفرغ المحيطات ونجفف مياهها كي نكشف عن أسرار قاع البحر. الآن يمكننا ذلك باستخدام البيانات الدقيقة والتقنيات المذهلة، كي نسلط الضوء مرة أخرى على عالم غامض. في هذه الحلقة، لماذا غرقت سفينة بريتانيك، شقيقة سفينة التايتانيك، في قاع البحر؟ كيف أرسل خطأ صغير واحد ناقلة نفط كبيرة إلى الهلاك؟ كان أسوأ تسرب للنفط في التاريخ. وهل يمكن لصوت شبحي أن يساعد على حل لغز السفينة الكبيرة المميت؟ لدي حالة طوارئ بحرية. قليلون منا من يرونها، لكننا جميعا نعتمد عليها. إنها شبكة عالمية واسعة من السفن الكبيرة. حالياً يعد الشحن في المحيط شريان الحياة لاقتصاد العالم، فأكثر من 90% من التجارة العالمية تنقل عبر المياه. خلال 40 سنة الماضية تضاعفت قدرة الشحن الاستيعابية 3 مرات، حتى بلغت تقريباً 2 مليار طن. وصناع السفن يتنافسون في سباق، فالسفن الأكبر تعني تكاليف نقل أقل وأسعار أقل للمستهلكين. في صناعة السفن لطالما وجدت تلك الرغبة ببناء سفن أكبر، وسفن اليوم عملاقة. قبل قرن مضى لم تكن سفن المحيط العملاقة تنقل البضائع، بل كانت تنقل المسافرين. في العصر الذهبي لعابرات المحيط المنتظمة، أكبر هذه السفن كانت سفينة التايتانيك، وعندما غرقت بشكل مأساوي عام 1912 تمت إضافة تحسينات على شقيقتها سفينة بريتانيك، التي أطلقت بعدها بسنتين. إنها بمثل طول سفينة التايتانيك، لكنها أعرض منها 50 سنتيمتراً. لكن قبل أن تتمكن سفينة بريتانيك من نقل مسافر واحد، اندلعت الحرب العالمية الأولى. وتحولت إلى مستشفى عائم كبير. إنها سفينة بطول 269 متراً، تزن 53 طناً، وفيها من أسرة ما يكفي 3300 مريض. بعد 5 رحلات ناجحة، تم إرسالها إلى ساحات المعركة شرقي البحر الأبيض المتوسط. اتجهت إلى القاعدة البريطانية البحرية في مدرس، مسافرة عبر قناة كي المائية. إنه يوم صاحو، ولا يوجد أعداء في الموقع. لكن بعد ذلك بوقت قصير، وعند الساعة 8 صباحاً، غارقت خلال أقل من ساعة، ومات 30 شخصاً، لكن أكثر من 1000 آخرين تم إنقاذهم، وبدأت قصص الناجين المتضاربة قرناً من الجدل. عندما فقدت سفينة بريتانيك، كان السؤال الهام هو: هل قصفت بتوربيد؟ أم أن الألغام أغرقتها؟
يعد انفجار لغم ما حادثة مأساوية في الحرب، أما استهداف سفينة من الواضح أنها سفينة طبية بتوربيد فيعد جريمة حرب. ما حدث لسفينة بريتانيك شكل لغزاً دائماً. يعتقد المؤرخ سايمون ميلز أن دليلاً قاطعاً يقبع تحت المياه قبالة جزيرة كيف في اليونان على عمق 120 متراً. نحن نتقدم باتجاه الموقع المحدد. الأمر يتعلق باكتشاف السلاح الذي استخدم لإغراقها. نحاول إيجاد دليل في قاع البحر على الشيء الذي أغرق بريتانيك. سنغوص عميقاً وسيكون ذلك غوصاً صعباً، لكنني متحمس للنزول تحت الماء. اتبعوني. تحت سطح الماء ثمة عالم ضائع وحطام ذو أبعاد مذيلة. خلال عملية البحث وجدنا هذا الشيء الأزرق الغامق الجميل الذي يظلل الحطام بأكمله. إنه يخطف الأنفاس. الغواصون لا يرون سوى جزء صغير من هذه السفينة العملاقة الضائعة. إنها سفينة ضخمة بكل تأكيد، أكبر عابرة في البحر، ولذلك عندما نغوص باتجاهها لا نرى كل شيء. لكننا الآن نستطيع أن نفرغ البحر الأبيض المتوسط وأن نرى سفينة بريتانيك بشكل كامل. في البداية يظهر الجسر، ثم المقدمة وهي ملقاة على جانبها. وعلى بعد 300 متر تقريباً ثمة ثلاث مراوح ضخمة، كل واحدة منها بحجم منزل، وجميعها ما تزال في أماكنها. إنها أكبر سفن عصرها، أكبر من بناء كاتدرائية. إنها ذات حجم مختلف ومذهل، فهي ضخمة جداً. إنها سفينة ضخمة ومحفوظة بشكل ممتاز. يمكنكم مقارنتها بسفينة التايتانيك التي حطمت من منتصفها ولويت وشوهت وكانت في حالة مريعة. أما في بريتانيك فنجد أن كل شيء بقي كما كان في يوم غرقها. إنها رائعة، إنها رائعة بكل تأكيد. إذن ما الذي أغرقها؟ للبحث عن الأدلة يستعين سايمون بتقارير صحفية. احتلت عناوين الصحف المهمة لأسابيع بعد غرقها، وقيل إن الألمان قصفوا سفينة بريطانية مدنية كبيرة بتوربيد. تحدث شاهدا عيان عن هجوم متعمد، فقد شوهدت آثار توربيد في المياه قبل أن يحدث الانفجار بدقائق. في عام 1916 كان الهجوم على سفينة طبية يتعارض مع كل القواعد الحربية المقبولة. فهل هذا حقاً موقع جريمة حرب؟ يكشف موقع الحطام المفرغ من الماء عن دليل لم يستطع أي غواص أن يراه من قبل، إذ ثمة جزء مشوه من هيكل السفينة مقلوب في قاع المحيط. على الأرجح أنه بطول 12 متراً وبعرض مترين ونصف، حيث الصفائح المدرعة مثنية نحو الداخل. إنه دليل واضح على حدوث تفجير مدمر خارج السفينة. ما السلاح الذي يمكن أن يحدث مثل هذا الضرر الناتج عن تفجير؟ سايمون مصر على إيجاد دليل مادي باستخدام غواصة. قام بتمشيط قاع البحر وركز على منطقة تبعد 800 متر عن موقع الحطام،
في المنطقة التي تم التبليغ عن الانفجار فيها. لساعات لم يرى شيئاً سوى الرمال والصخور. لا توجد آثار لأجزاء توربيد أو لشظايا، لكن المنطقة المفرغة من الماء كشفت عن شيء ما. إنه شيء مرصع بكثافة، لكن يمكن وصفه بأنه قطعة صغيرة من المعدن بطول متر. يبدو مثل قشرة بيض مكسورة. إن ذلك الشيء يشبه تماماً شكل وحجم هيكل لغم بحري من نوع آي، وهو جهاز ألماني موحد من الحرب العالمية الأولى. يقع بالقرب من المنطقة التي أبلغ عن حدوث الانفجار فيها منذ أكثر من 100 سنة. عندما ترونها أمام أعينكم ستقولون: أجل، رائع، لقد فعلناها، والآن حصلنا أخيراً على الدليل المادي. شظية اللغم الألماني تنهي قرناً من الجدل، فهذا دليل قاطع على أن شاهدي العيان كانا مرتبكين، وأن سفينة بريتانيك لم تستهدف عمداً من قبل الغواصة الألمانية. في الواقع تبين أن التقارير عن استهدافها بالتوربيد لم تكن سوى دعاية حربية. لم يبلغ عن أي غواصة ألمانية في هذه المنطقة في اليوم الذي غرقت فيه بريتانيك. لنكون دقيقين، لقد غرقت بسبب لغم. بالعثور على دليل رئيس من الحطام المفرغ من الماء، أصبح من الممكن الآن أن نعيد تشكيل لحظات سفينة بريتانيك القاتلة الأخيرة. عبرت قناة كي في طريقها لإحضار الآلاف من الجنود المصابين، واصطدمت باللغم الذي يرجح أن غواصة ألمانية قد وضعته هناك قبل 3 أسابيع. لقد تلقت ضربة كبيرة واهتزت السفينة لنحو 30 ثانية. حطم الانفجار ميمنة السفينة وتدفقت المياه نحو إحدى غرف البخار. عندما فتح جزء كبير من هيكل السفينة في المحيط، هلكت بريتانيا. كان الضرر أكبر من ذلك الذي أغرق التايتانيك، وقد أغرق سفينة بريتانيك بسرعة. طافت غرفة أخرى بالمياه ثم أخرى إلى أن وصلت السفينة الكبيرة إلى حد الغرق، وهكذا لقيت حتفها. استغرق الأمر 55 دقيقة فقط بين حدوث الانفجار وغرق السفينة. الخسارة السريعة لسفينة بريتانيك وخسارة سفينة التايتانيك من قبلها نبهت مصممي السفن في العالم، ولأول مرة بدأت معايير السفن العالمية تدخل حيز التنفيذ. ذلك حفز المجتمع الدولي على العمل. كان هدف القوانين الجديدة أن تجعل السفن أقل عرضة للغرق، وهذا الأمر لم يكن يوماً أكثر أهمية. في العقود التي تلت غرق سفينة بريتانيك، بدأت حقبة السفر الجوي عبر المحيط الأطلسي، حيث قل عدد عابرات المحيط المنتظمة، لكن عدد السفن الكبيرة لم يقل. إذ ثمة حمولات جديدة، وأهمها هو النفط. إن شهية العالم لذهب شبه الجزيرة العربية الأسود غير قابلة للإشباع، ونقله من الخليج إلى أوروبا وأمريكا وآسيا يعد تجارة مربحة تتطلب نوعاً جديداً من السفن. إنها ناقلات النفط بطول يزيد عن 400 متر. يمكن لهذه الوحوش أن تحمل حوالي 500,000 طن من النفط الخام،
ومن الضروري أن تبنى بشكل تكون فيه أكثر أماناً من أي سفينة شحن سابقة، لكن هل هي كذلك؟ كان أسوأ تسرب للنفط في التاريخ. كانت ناقلة النفط أموكو كاديز التي يبلغ طولها 335 متراً في القناة الإنجليزية محملة بمليون وستمائة ألف برميل من النفط الخام. أبحرت السفينة الضخمة من الخليج إلى روتردام وقبالة سواحل بريطانيا وفرنسا، مرت ببحار هائجة وغرقت، وتسربت حمولتها كلها عبر ساحل شمال غرب فرنسا. حادثة أموكو كاديز هي أول كارثة تحطم ناقلة نفط ضخمة في العالم، وما يجعلها مهمة هو ليس خسارة الأرواح البشرية بل كمية النفط التي تسربت على الساحل. لقد انتشرت صور الطيور المغطاة بالنفط حول الكوكب كله. عملية التنظيف وحدها كلفت شركة النفط 200 مليون دولار، لكن كيف تحطمت ناقلة نفط جديدة تقريباً؟ على بعد 3 كيلومترات عن ساحل بريطانيا انطلقت رحلة استكشافية يقودها كريستوف غيرك. أتينا إلى هنا لنتفحص الحطام لنحاول كشف ما حدث. بينما يبحث كريستوف تحت الماء، ثمة فريق استقصاء يمسح قاع البحر بسونار مسح جانبي لأول مرة. سفينة أموكو كاديز كبيرة جداً ولم يتم مسحها من قبل، لذا سنكون أول من يراها حقاً. لنتابع طريقنا نحو الأمام. بعد ساعة حصلوا على نتيجة، وهي نتيجة مهمة. هنا، ها هو الحطام هناك، وهذه مؤخرة السفينة. إنها ضخمة، إنها ضخمة حقاً، بل هي هائلة. إنها سفينة كبيرة. هذا مذهل، هذا مذهل. تظهر بيانات المسح صورة محيرة من قمة الجزء الضخم لهيكل السفينة إلى قاعدته. باستخدام المسح كمرشد له، يركز فريق كريستوف على منطقة بعمق 35 متراً. إنها تجربة حماسية أن أغوص نحو سفينة أموكو، لأنها سفينة ضخمة جداً. هذا حطام كبير، وربما يكون أكبر حطام في العالم. تشعر بصغر حجمك كثيراً مقارنة بها. جوف الناقلة أشبه بكهف كبير، لا يمكن معرفة أين ينتهي. الصور التي التقطت تحت الماء تظهر تفاصيل هذه السفينة العملاقة، وأصبح بإمكاننا الآن أن نقوم بعمل أفضل. وببطء يظهر هيكل هائل مفقود إلى النور. أولاً ظهرت مؤخرة السفينة بطول 70 متراً وعرض 50 متراً، ثم ظهر أحد خزانات النفط الخمسة الضخمة، وأخيراً ظهرت المقدمة المختفية في الرمال. إنه مشهد من الدمار الكبير والعنف أيضاً. الحطام ممزق كلياً إلى أشلاء، انفصلت بهذا الشكل.
إذن كيف تمزقت هذه السفينة الكبيرة إلى قطاع صغيرة؟ إن الحطام المفرغ من المياه يقدم لنا دليلاً رئيساً، ففي إحدى مقصورات السفينة ثمة ما يبدو كصدع صغير، كما يوجد المزيد عبر هيكل السفينة كله. ثمة أقسام أكبر متصدعة، ونظرة عن قرب تكشف لنا عن السبب. السبب هو طبقة معدنية بسمكة 4 سنتيمترات فقط. إنها الطبقة التي كانت تغطي أكثر من 200,000 طن من النفط. بالنسبة لي تفاجأت أن يكون لهذه السفينة الضخمة مثل هذا الهيكل الرقيق. قد تكون سفينة أموكو كاديز بحجم مبنى إمباير ستيت، إلا أن هيكلها رقيق مثل ورقة. إنه صدع، ويبدو أنه هو ما دمر هذه السفينة الضخمة. الآن بالاستناد جزئياً إلى الدليل من الحطام المفرغ من المياه، يمكننا أن نسترجع بالضبط كيف لقيت سفينة أموكو كاديز حتفها. صادفت ناقلة النفط الضخمة عاصفة بقوة 10 مع رياح سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، وأمواج يزيد ارتفاعها عن 12 متراً. ضربت موجة قوية دفة التوجيه وحطمت المقود، الأمر الذي جعل السيطرة على سفينة طولها 335 متراً أمراً مستحيلاً. خلال 12 ساعة التالية دفعت سفينة أموكو كاديز نحو بريطانيا المشهورة بساحلها الصخري، وفي النهاية عند 9:04 مساءً حدث الأمر الحتمي. ضربة واحدة، هذا كل ما تطلبه الأمر حتى تتمزق السفينة ذات الهيكل الضعيف، مثل ضرب قشرة بيضة بجدار. لم يكن هناك خسائر بشرية، إذ تم إنقاذ الرجال 44 الذين كانوا على متنها باستخدام مروحية، لكن منطقة من فرنسا مشهورة بحياتها البرية وجمالها الطبيعي غمرت 220,000 طن من النفط. كان ذلك أسوأ تسرب للنفط، لقد كان الأسوأ في التاريخ. غيرت سفينة أموكو كاديز نظرة العالم إلى السفن الضخمة. نتيجة لتلك الكارثة ولكوارث أخرى من النوع ذاته، سن قانون جديد يفرض الالتزام ببناء هيكل مزدوج للسفن. نظرياً يجب أن يكون الهيكل المزدوج قادراً على تحمل أسوأ ما قد يعرضه له البحر، لكن مع استمرار الاقتصاد العالمي في التوسع تزايد الطلب على السفن الأكبر دون توقف، ما زاد من أعباء متطلبات العمل في التجارة الدولية، والتي هي سفن نقل البضائع الصلبة. هذه السفن الضخمة تحمل تقريباً نصف بضائع العالم، إنها تنقل المواد الخام من جهة الكوكب إلى جهته الأخرى. ناقلة MV ديبشاير هي سفينة من جيل السفن العملاقة القوية، يبلغ طولها 300 متر، وهي مزودة بهيكل مزدوج متطور و9 أماكن كبيرة لحجز البضائع، ويمكنها حمل أكثر من 160 طنا من البضائع. يمكن لسفينة ديبشاير العملاقة قطع مسافة 16,000 كيلومتر. في يوليو من عام 1980 غادرت كندا وهي محملة بالحديد الخام متجهة نحو اليابان، ثم في 9 سبتمبر اختفت فجأة دون أي أثر أو حتى نداء استغاثة، ودون وجود أي أثر ل42 رجلاً والامرأتين الذين كانوا على متنها، والذين طالبت عائلاتهم بإجابات عن أماكنهم. كانت لغزاً النقل البحري الغامض،
فقد كانت موجودة في لحظة ما، وفي اللحظة التالية اختفت. الباحث عن الحطام ديفيد ميرنس يبحث عن سفينة عملاقة مفقودة، هي سفينة إم في ديبشاير. لقد فقدت تلك السفينة دون أي أثر. لقد حدث شيء كارثي لتلك السفينة، وعلينا أن نجد الدليل على ذلك. لن يكون ذلك سهلاً، فمع عدم وجود رسالة استغاثة لا يمكن لميرنس أن يعرف الموقع النهائي لسفينة ديبشاير بشكل موثوق وثابت، وعمق بحر الصين يبلغ حوالي 4 كيلومترات هنا. يتحدثون عن إبرة في كومة قش؟ حسناً، يجب أولاً معرفة مكان كومة القش. الإشارة الوحيدة المتاحة هي تبليغات عن تسريبات نفطية في الأيام التي تلت اختفاء السفينة. هذا دليل على المكان الذي فقدت فيه السفينة. باستخدام السونار والغريزة الداخلية مسح ميرنس المنطقة لعدة أيام، لكن بلا نتيجة. وأخيراً في اليوم الثالث، حسناً، لدينا هدف كبير. رصدوا شيئاً ما. لقد رأينا تلك الكتلة الكبيرة أمامنا، فتوجهنا نحوها ببطء شديد جداً، ونحن نحسب المسافة نحو ذلك الشيء. 50 متراً، 40 متراً، 30، 20، وفي النهاية وعلى بعد 10 أمتار من الظلمة رأينا قطعة كبيرة رائعة من الفولاذ، والتي كانت جانب سفينة ديربيشاير. كانت تلك هي السفينة، لقد وجدناها. إنها مقبرة 24 شخصاً. التقطت آلات التصوير تحت الماء صوراً لأجزاء معدنية مثنية. والآن بينما يتم تفريغ المحيط العميق، يمكننا أن نكشف عن الحجم الكامل لهذه السفينة العملاقة الضائعة لأول مرة منذ 40 عاماً تقريباً. قوس كبير بطول 50 متراً وعرض 43 متراً، ملقى في قاع البحر، مكسور وكأنه دمية مهملة. بالقرب منه ثمة غطاء لأحد عنابر السفينة، ثم وخلف القوس ثمة شيء غير متوقع. إن بقية السفينة قد مسحت، لقد تقلصت إلى قطع صغيرة وتناثرت على مساحة كيلومتر مربع. إنها عبارة عن دمار تام. لا نتحدث عن مئات القطع فحسب، بل عن الآلاف منها. وقد صدمنا ذلك. كيف يمكن لسفينة حديثة مصممة كي تكون آمنة ومزودة بهيكل مزدوج جديد أن تلقى حتفها بهذا الشكل؟ كان السؤال هو ليس حقيقة تحطمها، بل ما هو السبب الذي أدى إلى غرقها؟ بعد 3 سنوات ذهبت بعثة أخرى إلى موقع الحطام بحثاً عن الأجوبة بقيادة المهندس الخبير أندي بوين. بالنسبة إلينا، أول شعور انتابنا عندما رأينا الأنقاض كان الذهول. أوه، حقاً، بالفعل، لقد كانت ضخامة الدمار شيئاً من المذهل أن نراه بشكل مباشر. فكيف يعقل أن تتدمر سفينة ما بشكل تام؟ قدمت البيانات الجديدة دليلاً مهماً. حول القوس كله ثمة منافذ هوائية، وتظهر نظرة أقرب أنها مفتوحة، فقد انتزعت أغطيتها.
من الممكن أن تكون المياه قد دخلت من هنا وغمرت هذا الجزء من السفينة. وإذا غمر القوس فإن السفينة بأكمالها ستزداد ضعفاً، وهذا ما أغرقها أكثر وأكثر في البحر. قد يفسر هذا سبب غرقها، لكن ليس سبب تناثرها على قاع البحر. عندما ألقى أندي نظرة أقرب على بعض القطع من السفينة المحطمة، اكتشف اكتشافاً مذهلاً. على طول الحواف ثمة أنماط لكسور هشة وصغيرة، وهذا دليل على أن قوة تفجيرية قد ناسفت الهيكل إلى أجزاء. أيعقل أنه كان هناك عيب ما في تصميم الهيكل المدعم لديبشاير؟ يكمن الجواب في آثار البحر الغريبة على السفينة الغارقة ذات الهيكل المزدوج. عندما تغرق سفينة ما إلى عمق 60 متراً تقريباً، فإن الضغط يكون أكبر بسبع مرات منه على سطح الماء. معظم السفن تنهار حين تمر بهذه المرحلة الحاسمة، لكن سفينة ذات هيكل مزدوج ستتصرف بشكل مختلف. حالما غرقت، حبس الهواء داخل المساحات الفارغة وضغط بشدة. ازداد الضغط إلى أن أصبح قوياً بشكل كاف لأن يفجر الهيكل إلى أجزاء بقوة تعادل 16 طناً من الـ TNT. إنها ظاهرة تعرف باسم التفكك والانفجار الداخلي، وهي تستغرق عدة ثوان فقط. الأمر أشبه بضغط بالون وتفجيره. هذا التأثير الوحيد الذي يمكنه أن يفسر نمط بعثرة سفينة ديبشاير على قاع البحر، إلا أنه لا يفسر سبب غرقها بهذه السرعة. لكن باستخدام الأدلة كلها، أصبح من الممكن الآن أن نعيد تصوير حادث غرق سفينة ديبشاير بتفاصيل مروعة. كانت سفينة البضائع MV ديبشاير تبلغ من الطول 290 متراً، مثقلة بالكامل ومتجهة نحو المتاعب. حدث إعصار في المنطقة، ما غير الاتجاه فجأة ووضع سفينة ديبشاير في هذا المسار. ضربت الأمواج سطح السفينة بشكل متكرر، وانتزعت أغطية المنافذ الهوائية من مقدمة السفينة، ثم ملأت مياه البحر ببطء منطقة التخزين الموجودة داخل قوس السفينة، وأمالت السفينة تدريجياً إلى الأسفل نحو البحر العاصف. في هذه اللحظة كان القوس مليئاً بالمياه، والأمواج تضرب سطح السفينة. خلال الليل سحبت السفينة نحو الأسفل في المياه أكثر وأكثر، لكن في فوضى العاصفة لم يلاحظ الطاقم ذلك. ثم حلت الكارثة الحقيقية. موجة ضخمة قوية قد تكون بارتفاع 27 متراً ضربت غطاء الكوة الأولى وملأت العنبر بملايين الأطنان من المياه. مع هذا الوزن الزائد بدأت سفينة ديبشاير تغرق بسرعة، وبينما كانت تغرق تعرضت أغطية القوات الأخرى لقوة البحر الهائلة. كان الأمر أشبه بانفجار قنبلة ضخمة تحت الماء. غرق العنبر الأول كلياً، ثم تبعته العنابر الأخرى بسرعة في تأثيرات متعاقبة مميتة. امتلأت السفينة بالمياه وسحبها القوس إلى الأسفل، وهكذا وخلال دقيقتين فحسب اختفت. لم يملك الطاقم وقتاً ليتصرف ولا ليرسل نداء استغاثة. لم يكن هناك ناجين ولا أثر لإطلاق أي قارب من قوارب النجاة.
أدت هذه الكارثة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من أجل تنظيم بناء سفن البضائع، فأضيفت منافذ هوائية أقوى إلى السفن الناقلة للبضائع الصلبة، بالإضافة إلى أجهزة إنذار تطلق تحذيراً في حال فتحت. وفي النهاية ساعد ذلك على منع حدوث المزيد من الحوادث المشابهة. منذ بدأ تنفيذ تلك القواعد قل معدل خسارة ناقلات البضائع الصلبة إلى النصف. لم يسبق أن كانت السلامة أكثر أهمية من ذلك. العقود التي تلت مأساة سفينة ديبشاير شهدت أهم ثورة في الملاحة لقرون، وهي النقل بالحاويات. سفن الحاويات غيرت العالم. تعد هذه السفن أساساً هماً في العولمة، إذ سببت ازدياداً كبيراً في صلات التجارة الدولية. اليوم يمكن لأكبر سفينة حاويات أن تحمل أكثر من 20,000 حاوية، ويمكن أن يتم التحكم بهذه المستودعات العائمة الواسعة بأقل من 30 شخصاً، وهي تستخدم تقنية عالية تؤمن الطرق الأكثر أماناً وكفاءة في استهلاك الوقود، لكنها ليست معصومة عن الخطأ. إحدى أحدث سفن الحاويات إلفارو كانت تحمل نحو 400 حاوية، بالإضافة إلى 300 سيارة ومقطورة. انطلقت من جاكسونفيل في فلوريدا نحو بورتوريكو، وفي بحار مليئة بالخطر واجهت مشكلة. استخدم قبطانها مايكل ديفيدسون هاتف أقمار صناعية كي يرسل نداء يائسا لطلب المساعدة. لدي حالة بحرية طارئة والوقت ينفد بسرعة. لكن قبل أن تسنح له الفرصة ليشرح ما حدث، اختفت سفينته الضخمة التي يبلغ طولها 240 متراً عن الخريطة، بالإضافة إلى 33 شخصاً كانوا على متنها. سفينة إلفارو هي أكبر مأساة بحرية ضربت الولايات المتحدة خلال عقود. أظهرت الكارثة أن حتى السفن الأكثر تطوراً وحداثة يمكن أن تفشل أحياناً. المحقق في المجلس الوطني لسلامة النقل إريك ستولزنبرغ في مهمة لاكتشاف السبب. ما حدث لسفينة إلفارو كان لغزاً، إذ لا يوجد أي شهود ولا أي دليل لأنها قد ضاعت في قاع البحر. حدد إريك موقع الحطام باستخدام آخر موقع معروف لها على النظام العالمي لتحديد المواقع. إنها موجودة في مياه عميقة جداً يبلغ عمقها 4 كيلومترات و800 متر. تظهر صور السونار أن الأنقاض تنتشر على مساحة 8 كيلومترات مربعة. تولى آندي بوين منصب المهندس الرئيس من جديد، وتحمس لاسترجاع سجل بيانات رحلة السفينة. يعد سجل بيانات رحلة السفينة كالصندوق الأسود الذي يوجد في الطائرة، وهو يسجل مجموعة من البيانات مثل المحادثات والاتصالات الهاتفية والاتصالات اللاسلكية وكل شيء أيضاً. يمكن لأي بيانات مسجلة هناك أن تكون مفتاحاً لفهم ما الخطأ الذي حدث في سفينة إلفارو. أولاً يجب على الفريق أن يؤكد هوية الحطام. إنهم يستخدمون مركبات ذاتية التشغيل مزودة بآلات تصوير. حالما نزلت بدأت بالتقاط صور شبحية. التقطت صور معادن ملتوية، ومن ثم دليلاً لا لبس فيه.
لكن لا يمكن أن يتوضح الحجم الكامل لسفينة البضائع الكبيرة هذه سوى بانحسار المياه عنها. إنها عملاقة في قاع البحر، إذ يبلغ طولها 240 متراً، وهي تقف باستقامة كما لو أنها ما تزال في الميناء، ومحاطة بعشرات الحاويات. هذا مشهد من الدمار التام. كان ذلك مشهداً مذهلاً. كان أشبه بمنطقة انفجار في قاع بحر مضطرب. بالتعاون مع القوات البحرية الأمريكية، بدأوا فوراً بالبحث عن الصندوق الأسود الخاص بسجل بيانات رحلة هذه السفينة الذي يكون عادة مرفقاً بسارية التواصل، لكن السارية كانت قد انتزعت من مكانها. لكن في مجمع حطام واسع كهذا، إيجاد تلك السارية ليس سهلاً. سجل بيانات رحلة السفينة يكون بحجم كرة سلة، أي بطول 23 سنتيمتراً وعرض 17 سنتيمتر. هل سيتمكن الفريق من إيجاده واستخدام بياناته لفهم ما حدث هنا؟ ثمة فريق من المحققين يمسح موقع الحطام الخاص بسفينة إلفارو بعناية فائقة. إنهم يبحثون عن سجل بيانات رحلتها، وهو شيء صغير بحجم كرة سلة يستطيع أن يفسر سبب غرقها. الأمر في القاع أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش. بعد 5 أيام ومع انتهاء وقت البحث، رصدوا شيئاً براقاً عبر أضواء المركبة التي تعمل تحت الماء. كان يلمع بشكل كاف ليلفت النظر، لذا اتجهنا نحوه. إنه يبعد مسافة 0.5 كيلومتر عن المكان الذي يجب أن يوجد فيه. المياه مظلمة والمركبة التي تعمل عن بعد تتحرك ببطء، لكن حالما ظهر ذلك الشيء بدا واضحاً أنه هو سجل بيانات رحلة السفينة. يصدر الضوء من شريطه العاكس الذي يلمع أمام آلات التصوير. شعر الجميع براحة كبيرة لأن ذلك كان هدفاً رئيساً لنا. بعد مضي سنة على وجوده في قاع البحر، أما زال يحتوي على بيانات السفينة الحيوية؟ بدأ هؤلاء المحققون العمل بإعادة تشغيل السجلات الصوتية. لدي حالة طوارئ بحرية، لدينا خرق في هيكل السفينة، لقد انفجرت إحدى القوات خلال العاصفة. أجل، كان من الصعب أن نستمع إلى سجل بيانات رحلة السفينة. لقد خسرنا وحدة الدفع الرئيسية والمهندسون عاجزون عن تشغيلها. نعلم كيف انتهى الأمر، أما هم فلا يعلمون. يا للهول، الوقت ينفد منا بسرعة. قدم سجل بيانات رحلة السفينة دليلاً مباشراً، لكن ذلك ليس كل شيء، بل إنه يتضمن أيضاً معلومات عن موقع السفينة الأخير وعن تحركاتها. وأظهر أنها قبل أن تغرق بقليل فاضت المياه في العنبر الثالث لسفينة إلفارو. لقد دخلت المياه إلى العنبر الثالث. بالعودة إلى الحطام المفرغ من المياه، اكتشفنا شيئاً مخفياً عن الأنظار. على طول أحد أسطح السفينة العلوية، ثمة مناطق تحميل مفتوحة. من الممارسات الشائعة أن تترك مفتوحة هكذا، لأن الطاقم يعتقد أن أي مياه تدخل إلى هنا ستخرج بسرعة. لكن بعد ذلك أظهر سجل بيانات رحلة السفينة دليلاً حاسماً. لدينا خرق في هيكل السفينة، انفجرت إحدى القوات خلال العاصفة. القوة هي فتحة تكون عادة بين أسطح السفينة. بالنظر إلى إحدى خطط سفينة إلفارو، سنجد أنها إذا تضررت بشدة في الإعصار، فيمكن لآلاف الأطنان من المياه أن تتدفق عبر هذه النقطة وتغرق طوابقها السفلية.
أفلتت السيارات الموجودة في العنبر وضربت المياه أنابيب السحب، ما أدى إلى زيادة منسوب المياه. تثبت بيانات من سجل الرحلات أن سفينة إلفارو قد حوصرت في رياح إعصار بشدة 18 درجة وفي أمواج هائلة. هذه الفتحات هي الثغرة في هذا الدرع الضخم. امتلأت السفينة بالمياه فوراً وأصبحت غير مستقرة، وبعد ذلك بعشرين دقيقة فقط فقدت قواها كلها. أطلق القبطان إنذاراً لإخلاء السفينة، لكن الأوان كان قد فات، لأن سفينة إلفارو وطاقمها كله كانوا قد اختفوا. كانت تلك شجاعة مدهشة حتى النهاية. تظهر تلك المأساة أنه حتى السفن الأحدث ليست منيعة ضد تأثيرات الطبيعة العنيفة. وفي الوقت الراهن تزداد خطوط الملاحة في العالم ازدحاماً بشكل أكبر، والسفن التي تجوبها تصبح أكبر. في كل مرحلة نبني فيها سفناً أكبر وأكبر، يبرز السؤال: ما مدى حجم السفن التي سنتمكن من بنائها بعد؟ والحقيقة لا أحد يعرف الحجم الذي سنصل إليه. سفن البضائع اليوم تصل إلى أبعاد أسطورية، وأكبر سفينة في العالم هي سفينة OOCL هونغ كونغ التي يبلغ طولها أكثر من 400 متر. حتى سفن نقل الركاب العملاقة ظهرت من جديد كسفن سياحية، كسفينة سيمفوني أوف ذا سيس التي تنقل أكثر من 6000 شخص. تستمر تقنيات الأمان لهذه العمالقة البحرية في التطور، لكن مهما بنيت وتمت قيادتها بشكل جيد، سيتوجب على عمالقة المحيط في المستقبل مواجهة قوى المحيط التي لا يمكن السيطرة عليها.